للمزيد انضم الينا عبر الهاتف الاستاذ حارث الازدي مسؤول قسم الثقافه في هيئه علماء المسلمين. اهلا بكم استاذ حارث الى هذه الجوله الاخباريه. ما الذي مثلته جريده البصائر منبرا اعلاميا كان بالضد من الاحتلال ومشروع؟ حياكم الله. طبعا ما لا يخفى ان الصحافه اليوم معنية أكثر من أي وقت مضى بالرأي والتحليل والتقارير الموسعة والتحقيقات الباحثة عن أصل المشكلة. والبصائر منذ انطلاقتها الأولى تمثل منبرا للوعي ومنصة للثقافة ومساحة حرة للرأي الحر البعيد عن تأثيرات الاحتلال. البصائر شكلت 12 صفحة منبرا عالي الصوت للتحليل الإخباري وفك اشتباكات الأخبار من خلال اتخاذها للخبر الصحيح وفرزها الأخبار الموهمة والأخبار المشغلة عن الحقيقة. البصائر حقيقة واضحة المعالم وتحدثت عن ثوابتها وأهدافها بكل وضوح، لم تعتمد أسلوب المخاتلة أو الحشو بين السطور، لأن زمن الاحتلال يحتاج إلى وضوح الموقف وليس المخاتلة أو التزيين أو بث الآمال الخادعة. هذا ما تمثله البصائر هذا اليوم. ما هي أبرز المحطات والتحديات التي واجهت الصحيفة خلال 15 عاما من عمرها؟ حقيقة أبرز المحطات لو استعرضناها لا يسع الوقت، لكن لعلي أبدأ بأبرز تحد واجهته البصائر. هو هدفها الكبير بإمكانيات بسيطة، بدأ بإمكانيات فردية لكن صدق التوجه والإخلاص في العمل ومأسسة العمل ذللت كل هذه الصعوبات. ربما كانت مشكلة المكان من بين الصعوبات الأبرز، يعني انطلاقها الأول كان من غرفة الضيافة بمنزل الشيخ حارث الضاري رحمه الله. لا شك أن بعد المكان كان له آثاره على العمل، ثم بعد ذلك انتقلت إلى محطة أخرى وهي مكانها في الأعظمية على شارع الكورنيش، وكانت تتجمهر قوات الاحتلال في البناية المقابلة لها، وهذا أيضا يشكل عائق يعني كبير على العمل والتواصل مع وسائل الإعلام الأخرى والصحفيين وعقد اللقاءات. ثم بعد ذلك جاء يعني في مكان في جامع أم القرى، وقد حصلت البصائر على غرفة خصصت لها حشرت فيها أقسامها جميعا بما لا يتيح حرية الحركة، ومع ذلك استمرت البصائر في عملها، ناهيك عن سلسلة المداهمات والمضايقات ومصادرة الحواسيب من قبل قوات الاحتلال في مقر الجريدة بجامع أم القرى. أبرز المحطات التي كانت تحدي للبصائر هو اعتقال كادرها لمدة عام كامل، وبحمد الله يعني انطلقت البصائر إلكترونيا بفضاء أوسع وبمساحة أكبر، لكن يبقى لنكهة النسخة الورقية عبق عصي على النسيان. نعم أستاذ حارث، يعني كيف يمكن تقييم الدور الذي طلعت به البصائر في تبصير المجتمع العراقي بحقيقة الاحتلال ورفع الوعي العراقي في الشارع العراقي؟ حقيقة لو أردنا الحديث عن هذا الموضوع فإن يعني دور البصائر مثل بقية دور وسائل الإعلام الأخرى ينقاس بحجم التفاعل معها وبحجم التفاعل مع ما تطرح وبمدى تحقق رؤاها على الواقع. نتيجة ما آل إليه المشهد العراقي اليوم يعني يشهد للبصائر أنها أثبتته في صفحات جريدتها في أعدادها السابقة. اليوم المظاهرات في الجنوب تنادي بما نادت به البصائر، كذلك سعت البصائر من خلال عملها الصحفي إلى توثيق والتحليل وبث الوعي وإشاعة الثقافة العراقية الأصيلة وتبيان الهوية الجامعة لكل العراقيين، وهذا مطلب عراقي يعني تسعى البصائر على الاستمرار عليه. نعم أستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.